محطتنا التالية يا نرمين، أكيد حنسلط فيها الضوء على نشاط طبي رح تشهده دمشق في الأيام القادمة، المؤتمر الخامس لزراعة وتجميل الأسنان برعاية نقابة أطباء الأسنان، ونتعرف بشكل موسع على الخطوات التحضيرية للمؤتمر. صباحنا غير أكيد مع الدكتور مازن إدلبي، اختصاصي جراحة الوجه والفم والفكين وزراعة الأسنان. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. بداية دكتور خلينا نحكي مع حضرتك عن التحضيرات اللي عم تكون هلأ للمؤتمر الخامس، ونحكي عن المشاركين فيه وأهم المحاور رح تكون. تمام. هلا هذا الملتقى الخامس لزراعه وتجميل الاسنان اللي عم تهيئ له وتحضر له نقابه اطباء اسنان دمشق، فرع دمشق. هذا خامس مؤتمر له بهذا المجال، سنويا يقام بهدف تسليط الضوء على كل ما هو جديد في عالم طب الاسنان. المؤتمر او الملتقى حيكون عباره عن يومين، الاربعاء والخميس القادمين ان شاء الله 18 و19 ديسمبر، بيحوي حوالي 23 محاضره، 20 محاضره منهم لاطباء اختصاصيين ومحاضرتين لمخبريين في مجال طب الاسنان، حتى يكون في تنوع وحتى يكون في تكامل بموضوع المحاضرات، لحتى يعني نتعرف على كل شيء جديد موجود بطب الأسنان، بالإضافة إلى مائدة مستديرة بين مجموعة من الأساتذة اللي بتحكي عن الجديد بمجال الترميم وحشوات الأسنان. أكيد. خلينا نحكي عن أهمية المؤتمر ودوره التعريفي في تبادل الخبرات الطبية والعلمية، وبالأخص بهالوقت بالضبط كتير عم يصير عنا مؤتمرات طبية. خلينا نحكي شو الفوائد اللي عم تطلع منها هالمؤتمرات. تماما. هلا هذا اللقاء ميزته كون انه عم يكون بدمشق، عم يستقطب اساتذه تقريبا من معظم الجامعات ومعظم خليني اقول المراكز الطبيه ومعظم الاختصاصات، بس طبعا بيسلط الضوء على موضوع التجميل اكثر، زراعه الاسنان، وكون انه يمكن الربط بيناتهم صار هلا بالفتره الاخيره اساسي، يعني انا عم بزرع لحتى أخذ ناحية جمالية، أو حتى المطلب الجمالي صار من الأساسيات ضرورة. أكيد ضروري. الفكرة هون أنه نحن الأبديت تبع طب الأسنان عم يكون تقريبا بشكل سنوي في شغلات جديدة. الأبديت عم يكون على كل المجالات، يعني طب الأسنان ما نو اختصاص واحد، سواء على مستوى معالجة الأعصاب، على مستوى الحشوات، على مستوى التجميل، الفينيرز، التركيبات، بالإضافة إلى زراعة الأسنان. فهذا المؤتمر يعني طبعا نقابة أطباء أسنان دمشق مشكورة بنقيبنا أستاذ دكتور رشاد مراد وأعضاء مجلس الفرع، نشاطهم بصراحة مضني ونشاط ملحوظ، بحيث أنه كل سنة عم يحاولوا أنه يستقطبوا المواضيع الجديدة ويطرحوها من خلال هذا الملتقى لحتى يخدموا أوسع شريحة من أطباء الأسنان بكل ما هو جديد بمجال طب الأسنان الرقمي. هي السنة حينطرح مجالات الديجيتال دنتستري، مجالات التطورات اللي صارت على مسار علم زراعة الأسنان. طبعا الأمور كتير صار عليها تعديلات من سنة لسنة، عم نلاقي شغلات جديدة بكل التخصصات. إن شاء الله أنه الأطباء المحاضرين بعتقد ما رح يقصروا ورح يعطونا كل شيء جديد خلال هاليومين القادمين. يعني دكتور كونه حضرتك حكيت عن التقنيات وكل سنة عم يكون في تجديد، خلينا نحكي عن وضع اليوم سوريا طبيا بما يخص الزرع وتجميل الأسنان، كيف بتلاقي؟ هلأ موضوع الزرع وموضوع تجميل الأسنان بالتأكيد، يعني أنا بقول من فضل الله أنه نحن بمكانة متقدمة، أبدا مو مثل ما بيتخيل البعض أنه مكاننا شوي متأخر بهالموضوع، لا نحن بمكان متقدم جدا، في عنا متابعة كتير كبيرة، سنوات الحرب من فضل الله ما أثرت على الناحية العلمية، بإمكان الجميع يرجع للسجلات حتشوفوا عشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه اللي عم تمشي، عم بحكي عن طب الأسنان ما حاحكي عن باقي الأمور لأني بجوز ما عندي اطلاع عليها. حتى بطب الأسنان ما صار في دكتور عنا صعوبات أزمات، صار في عنا مثلا أزمة اقتصادية كمان، ما في شك هاي كلها. يعني شو هي الصعوبات اللي قدرتوا طيب تتخطوها دكتور خلال الأزمة؟ هلأ الصعوبات بالتأكيد يعني يكفي أنه ما زال عندك شريحة كتير كبيرة من الأساتذة
ما زالت على رأس عملها بجامعاتها، عدد كبير من الأطباء ما زالت على رأس عملها بعياداتها، عم تقدم خدماتها للمرضى. اليوم لما أنت من خلال عم أقول لك أنا الملتقى الخامس، يعني على مدى 5 سنوات أنت بنص الأزمة ولسه أنت عم تتابعي كناحية علمية وكناحية عملية، ما زال في وفود سورية طبية عم تتواصل مع جامعات. يعني برأيك ما في صعوبات دكتور؟ برأيك ما في صعوبات واجهتكم كطب؟ لا ما عم بقصد ما في صعوبات، أكيد واجهتنا صعوبات، لكن أكيد الكل تغلب عليها. تمام. أكيد الكل تغلب عليها، ويمكن لو تابعتوا خلال اليومين القادمين اللي حيصير بالمؤتمر الحكي اللي موجود، وأنا من خلال اطلاعي على الجدول إن شاء الله راح تكون محاضرات شيقة جدا، وكل المعلومات اللي فيها فريش وأبديت على مجال طب الأسنان، وكلها مطبقة بشكل يعني بشكل عملي، بدأت تدخل حيز التنفيذ سواء ضمن الجامعات السورية أو ضمن العيادة. يعني مو غريبة على العقول السورية اللي عم تتحدى دائما خلال كانت سنوات الحرب على كافة الأصعدة، حتى إقامة الورشات والمؤتمرات سمر يمكن عم نغطيها نحن بشكل مستمر بصباحنا غير، وبالإخبارية السورية ما توقفت. خلينا نحكي عن مشاركة حضرتك بالمؤتمر، رح يكون في لك محاضرة، خلينا نحكي عن عنوانها وشو أبرز النقاط رح تركز عليها. هلا أنا محاضرتي حتكون أول محاضرة بالمؤتمر، حأحكي فيها عن الخطوات المثالية لإنجاز زرعة أسنان، أو خلينا نقول إنجاز زرعة أسنان بخطوات مثالية. المثالية أكيد هو مطلب للجميع، لكن نحن ما ممكن نوصل له. أهم شيء بلا وجع أسنان. شلون أهم؟ شيء أهم شيء بلا وجع أسنان. أهم شيء بلا وجع أسنان، تماماً. هلا عملياً نحن كل ما فتنا بتقنيات أعلى، كل ما صار الألم أقل، الوقت أسرع، الدقة بالتنفيذ أفضل، والنتائج كانت أفضل. أكيد. فنحن أنا من خلال محاضرتي خلال 30 دقيقة ححاول أني أحكي عن خطوات مثالية. شو يعني مثالية؟ يعني هلأ شو في خليني أقول تحديثات على مجال زراعة الأسنان حنذكره. هلأ في أشياء دخلت فعلا حيز التنفيذ، وفي أشياء ما زالت قيد الدراسة. أكيد نحن لازم ناخد فكرة عنها، نعطي فكرة عنها للحضور، سواء بالديجيتال دينتستري، طب الأسنان الرقمي، كيف صرنا نخطط، كيف صرنا نشخص لمريضنا بشكل دقيق، وكيف صرنا بالآخير نقدر نوصل لزرعة أسنان بأقل ألم وبأقل زمن وبأفضل نتائج. أكيد دكتور، هلا كل العالم عم تلجأ لتجميل الأسنان، للفينير واللومنير وكثير من حتى الفينير المتحرك، يعني وكثير من القصص التجميلية الجديدة اللي طالعة. خلينا نحكي دكتور عن مساوئ ويعني فوائد الفينير، شو هي مساوئها وشو هي فوائدها؟ هلا بالنسبة للفينير، أول شيء حضرتك أعطيتي التقسيم خالص إنه في شيء ثابت وفي شيء متحرك. أولا الفينير الثابت وهو الأساس، وهو إن خلينا نقول اللي بيقدم الناحية الأيديا المثالية، الناحية العلاجية، وهو عبارة عن وجوه رقيقة من مادة الإمبريس، مادة الإيماكس، سماكتها ما بتتجاوز 0.7 ل 0.8 ملم، أقل من 1 ملم. تمام. عم تلتصق كيميائيا على وجوه الأسنان بعد ما نهيئها بتهيئة بسيطة. أكيد. الفينير المتحرك هو عبارة عن قالب بلون فاتح عم يطبق على الأسنان. اسمحي لي اتجاوز بعض الامور الطبيه واقول انه هذا هو فينير السيلفي يلي الناس عم تتعامل فيه. الغايه منه انه انا والله وقت بتصور اخذ لون اسناني فاتح، او يبين انه انا اسناني بصفه واحده او ما الى ذلك. الفينير المتحرك هو قالب من مواد راتنجيه معينه، بعد ما ناخذ طبعات للمريض ناخذ قياسات، بينضغط حراريا عن طريق فاكيوم، عن طريق تفريغ هوائي، بحيث انه يلبس الاسنان بشكل كامل. هلا هو عمليا ما بيعدل على شكل الاسنان لانه هو طبقه خارجيه، هو معيق عمليا للمضغ وللفظ احيانا حسب سماكاته وجودته. ويعني هي يمكن الحقيقه يلي الناس ما كتير بتعرفها، انه هذا
ما هو شغلة عملية، هو شغلة بس إنه والله نحن عنا سهرة، في عنا تصوير، في عنا مناسبة تمام. بس الفينير الثابت دكتور كتير عم يواجه مشاكل، مثلا ممكن عم بيهر أو يفك ويعمل التهاب باللثة وكتير من القصص والمشاكل، شو السبب أو شو الأخطاء الطبية اللي عم تصير مع المرضى لحد ما عم بيواجهوا هالمشاكل؟ فجأة مثلا سم بيهر كتير، هاي مشكلة كتير صعبة. هلأ أول شيء بدنا نتفق نحن إنه مثل مول للجمال، يعني في للجمال ضريبة، ما هي تمام. هلأ في بعض السلبيات أكيد لكل الأمور، خليني أقول الجمالية، الأديشنال، الشغلات الإضافية. الفينير إذا كان أنجز بطريقة صحيحة طبية بحيث أنه يكون التحضير على الأسنان بشكل صحيح والإلصاق بشكل طبي صحيح، تصميم والديزاين هذا كتير مهم، انه نكون نحن حواف الفينير دقيقة ملتصقة بالأسنان بشكل جيد، حوافة تحت اللثة بشكل صحي، ما رح تصير أي مشكلة من هالمشاكل. هلأ بيبقى هذا القسم اللي بيخص الطبيب. هلأ في قسم لازم نحن نرجع له، هو القسم اللي بيخص المريض وهو الأكبر، يعني أنا بين إيدي كطبيب هذا، هدول الفينيرات أنا عم صممهم بأفضل شكل، عم ألصقهم بأفضل المواد وعم أنجزهم بأفضل بس طريقة. بس على المريض أنه العناية الطبية الخيط لازم العناية، إذا ما تابع بعناية دقيقة، إذا ما تابع بعناية جيدة، في تدليك للسة، في معجين معينة، في عناية طبية، أكيد بده يكون هذا الشيء له عواقب، هو موضوع أكيد. التهابات اللثة وأحياناً أنه يفقد بعض الفينيرات أكيد. يعني يا دكتور بدنا نشكر كتير وجودك اليوم، أضأنا من خلالك على المؤتمر الخامس اللي رح يكون، وضوينا شوي على موضوع التجميل، تجميل الأسنان. الدكتور مازن إدل باختصاصي جراحة وجه وفم، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك.